مكفوفة، إنما تبطلوا عمل إن نصب، لكن لما دخلت عليها ما أبطلت عمل إن. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. يا إخوتي، الغفلة، ما معنى الغفلة؟ الغفلة ترك الواجب والاشتغال بالباطل. كيف تترك الصلاة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله. ها هو سبب انهيار العالم، لا أقول إسلامي ولا أقول عربي، أقول إن صح التعبير سي ليكسبريسيون إيجست. يا إخوتي اتقوا الله، هذا مصير كل إنسان مهما كانت شخصيته، كان رئيسا، كان وزيرا، كان طبيبا، أستاذا، غنية قوية. هذا هو المكان الذي كتبه الرحمن في القرآن وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Chacun ici bas pour périr, seul le visage de ton Seigneur demeure. خاف الله يا ابن ادم، لا تخرج من بيتك حتى تتعلم كيف تعامل غيرك. حرام على الانسان يخرج من داره ما يعرفش يعامل جاره. L'ignorant sort de sa maison comme sort le bison. قالوا الشيطان. الرسول يقول عليه الصلاه والسلام لكل شيء طريق، وطريق الجنة العلم. ما هو الصلاة كي تصلي كما أنت تحب، لا، وأقيموا الصلاة. ما قال صلي عز وجل، قال وأقيموا الصلاة. كيف يصلي ويدخن؟ كيف يصلي ويدير هذاك الخبيثة، الريحة الخبيثة في فمه؟ كيف هذا؟ نعم، قال عليه الصلاة والسلام أعجبوا لأمر المؤمن لا ينجس حي ولا ميتا. نعم، تقي نقي. لما؟ لأنه قد تطهر بالقرآن. أسمع جيدا إذا كنت تفهم بإذن الله، فإن لم تفهم فاسأل أو جالس. قال عز وجل قد أفلح من زكاها. ما معنى ذلك؟ قد يعني فاز. نعم، من طهر نفسه بالقرآن العظيم. وقد خاب أنا، وقد خاب من دساها، من أهملها وترك القرآن. بغير القرآن لا تنتظرون رضا الرحمن. الذين إن مكناه في الأرض أقاموا الصلاة. إذا العودة إلى القرآن، العودة إلى ما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام، وبذلك نسعد وبذلك نفوز. كيف في القرآن بأيدينا ونحن نهان؟ الأوائل جل وعلا مكناهم في ظرف زمن قصير 23 سنة، صاروا سادات العالمين ممدوحين في كتاب الله. وانظروا إلى حالي الآن 23 قرن تقريبا لم نصنع علبة كبريت. سبب ذلك الهاكم والتكاثر حتى زرتم المقابر. وش معنى الهاكم؟ بمعنى شغلكم بدنياكم انساكم في هذا المراهب. لا سيرون شير فو ديستري les jactances, les caprices et les jouissances. قال تعالى إن الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تكون نعم والنار مثوى لهم. Les mécréants jouissent et mangent comme mangent les bestiaux. نالوا الشيطان. الرب عز وجل يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن شرطية إن كنتم مؤمنين. Pas d'ignominie, pas de bassesse. Vous êtes les plus hauts, les plus forts. Vous vivrez une vie paisible si le conditionnel, si vous appliquez les critères du Créateur. Al-Qabr Hada, قال عليه الصلاة والسلام, Al-Qabr Ruda min Riyad al-Janna, ou Hufra min Hufar al-Nar. أنت ما تزرع تحصد. Ce qu'on sème, on récolte. الذي يزرع الشوك يجني الجراحة. Celui qui sème les épines récolte les blessures. نار الشيطان. ارجعوا لربي يا ناس، خافوا الله. الخالق هو الله، الرزاق هو الله، المحيي هو الله، المميت هو الله. كيف تذهب الى قدور ولا كريستيان؟ اللهم اغفر له. امين.
اللهم اغفر له. آمين. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. آمين. اللهم نقيه من الخطايا. آمين. كما ينقى الثوب من الدنس. اللهم اكل نزوله واستمد خاله. اللهم ابدله دارا خير من داره، واهلا خير من اهله. آمين. وزوجة خير من زوجته. اللهم ثبته عند سوء الملكين. آمين. واجعل قبره رضا من الجنة لا من حرم النار. اللهم ادخله فسح جنتك مع الاخيار الاطهار الابرار. اللهم ارزق الصبر والسروان، واجمع شملنا وحيد كلمتنا، واجعلنا اخوانا. اللهم احسن خاتمتنا. امين. يا حي يا قيوم، صلى الله عليه وسلم ورسولين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.